بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، استكمالا لموضوعنا دراسات في الليزر والبصريات. سأتناول هنا سؤالا يتعلق بليزر الهيليوم ناين أو ما يعرف بالهيني ليزر، يرمز له كثيرا هيني ليزر. وجد زاوية المجال البعيدة له، يعني لهذا الليزر له زاوية مجال بعيدة التي يرمز لها بالرمز أوميجا، يرمز لها بالرمز أوميجا. عفوا، زاوية المجال البعيدة هنا الثيتا. الآن سأشرح ماذا أقصد في الثيتا، 1 ملي متر. وجد أن الطول الموجي طبعا هذا يعمل عند 638.8 نانومتر. جد قطر البقع، يعني المقصود هنا، من أراد منكم أن يتذكر أو أن يراجع معلومات تتعلق بليزر الهيليوم نيون يعود إلى سلسلة الليزر الموجودة عندي في القناة على اليوتيوب، إن شاء الله سيجد ما ينفع. طبعا المقصود هنا، يعني أنا عندي هنا عندي هذا المصدر، دعني أرسمها هنا بهذه الصورة بهذا الشكل. هذا عندي المصدر، المصدر الذي يصدر الضوء في الليزر. هذا الضوء يهبط يأخذ هذا الشكل، لأنه الليزر هو عبارة عن ضوء مركز، يأخذ بهذه الصورة ويكون شكله شكل البقعة هنا. هذه البقعة اللون الأخضر، رسمتها بالأخضر فقط حتى أميزها، يعني بقعة. وهذا هنا عندي المصدر، هذا المصدر. طبعا من هذا الإطار، من هذا الكلام، سنجد هنا، لاحظ هنا أنا عندي مقدار الزاوية تعرف ثيتا على 2، لأنه هي الزاوية، هي هذه الزاوية زائد هذه الزاوية، نحن نأخذ نصفها ثيتا على 2. فمفروض هنا المجال من هنا إلى هنا مفروض أن يكون زي المسافة، وهنا طبعا مطلوب إلي أن أجد الدي، أو هي الدي مطلوب، ومن هنا إلى هنا عندي الأوميجا الصفر. هذه يعني كيف أنه يركز الشعاع على هنا. طبعا المفضل أن أرسمه بالأحمر، 36 المفروض يكون بالأحمر، أعتقد أنه يعني يكون أوضح، يعني لن يكون واضحا باللون الأحمر. طيب، يعني غالبا أيضا تجدها بهذه الصورة، بهذه الصورة يكون عندك هنا هي الثيتا على 2 بهذه الصورة. يعني أرجو أن تكون الفكرة واضحة، أنا شرحتها في الفيديوهات الموجودة عندي عن الليزر. طيب، بهذا الإطار، يعني هنا يوجد قاعدة ثابتة، طبعا هذا ليزر يعني ضوء صناعي، أعطى العلماء جهدهم ووقتهم له حتى يعطوه قواعد ثابتة تسهل على العامل في هذا المجال أن يحل السؤال. تقول لي بأن ثيتا على 2 هي عبارة عن مشتقة قطرها، قطر البقعة بالنسبة للمسافة هنا زي. يعني لاحظ كلما تقلصت المسافة سيتقلص قطر البقعة الشعاع، تمام؟ يعني إذا هي مشتقة لها، وأعطي لها أيضا عدد، أو أعطي لها معادلة ثابتة هي عبارة عن لاندا الصفر تربيع مقسومة على باي في ال ان في اوميجا الصفر. طيب، السؤال نفسه، السؤال نفسه قال لي بأن الثيتا تساوي 1 ملي متر، يعني هنا 1 ملي،
طبعا واحد مل الأديان، أنا هنا أصبح عندي فقط لبس في الموضوع. إذا وحدة الملي راديان، إذا أنا أستطيع أن أتعامل مع هذان الاثنتان وأحل بالنسبة للأوميجا. يعني أستطيع هنا أن أقول بأن الأوميجا، يعني هنا أربط هذه مع هذه، سوف أقول أن الأوميجا الصفر تساوي ثيتا على 2 في أوميجا الصفر تساوي، عفوا بدلهما، لا أوميجا الصفر تأتي هنا ثيتا على 2 تصبح 2 فيها الأعلى. طيب يعني هنا الآن أديها في 2 لاندا تربيع، أحل لها 2 لاندا تربيع على باي إن ثيتا. إذا أستطيع الآن أن أقول أن 2 في 638.8 نانومتر ب 10 سالب 9 كل تربيع مقسومة على باي. باي طبعا أنها انتشرت بالفراغ، لم يذكر أنها انتشرت بالفراغ، نفرض أنه عامل الانكسار هو 1 لأن الرمز الواحد، مضروبة في 10 والسالب 3. لو عوضت هذا الكلام في الآلة الحاسبة عزيزي المتعلم فستحصل بكل تأكيد على أن الأوميجا، يعني هنا عندي قطرها 4.04 × 3% ضرب 10 سالب 4 متر. هي بهذه الصورة. طبعا يستطيع الطالب مثلا، لأنه تعامل مع أبعاد صغيرة جدا حتى يكون كلام منطقي أكثر، تقول أنه أوميجا الصفر حولها إلى سنتيمتر في 4. هذا الكلام أعتقد أنه يكون أوضح في عالم الليزر ويسهل علينا عمليات الحصول على النتائج. طيب انهينا نحن هنا المطلوب الاول. لو قال لي الان ساكتب المطلوب، ساخرج فيديو اكتب المطلوب حتى لا استهلك وقتكم، اعطاني هذا المطلوب على نفس السؤال، يقول لي اذا علمت ان القدره باور تشغل هذا الليزر تساوي 5 ملي واط، يعني هذا الليزر يعمل الباور هي عباره عن 5 ملي واط، أجد قيمة المجال الكهربائي مطلوب إلي، أنا أجد المجال إيه صفر. إذا كانت R هي الـ R والزي نفسه مساوي، يساوي الصفر يعني الزي تساوي الصفر، يعني طلب إلي هذا يعني مطلوب إلي أن أجد قيمة المجال الكهربائي عند هذه المعادلات. طيب أتذكر المعادلة، من منكم درسها معي سابقا أتذكر هذه المعادلة، تقول لي بأن قيمة الباور قيمة القدرة في نظام الليزر هي عبارة عن الباور في نظام الليزر يساوي المجال أو يساوي نصف ما شاء بك أن يعود الاشتقاق، يعود لسلسلة الليزر الإلكترونات الضوئية الموجودة عندي في القناة، يعرف عن ماذا أتكلم، الصفر تربيع على نيو صفر مضروبة في باي أوميجا الصفر تربيع على 2. طيب يعني بهذه الصورة أتذكر هنا فقط أنوه بأن يو الصفر هي عبارة عن ويف امبيدنس أو معوقة الموجة، معوقة الموجة الكهرومغناطيسية، ويرمز لها أيضا، وهي تعرف أيضا بأنها الجذر التربيعي لميو صفر على إن المجال الكهربائي الصفر. طبعا هنا نتذكر بأن يعني كأنك تقول 4 باي ضرب 10 سالب 7 هير لكل متر على إن، نفرض إنه 1
ضرب 8.85 ضرب 10^12 أيضا فارد لكل متر تحت الجذر. أعتذر، سيعطيك 376.8. على العموم نحن إذا ماذا نحتاج نحن في هذه المعادلة؟ نحتاج الإي إي صفر، هذا ما نحتاج. لاحظ يعني يوجد هنا قواعد للليزر تساهم في جعل المشكلة أسهل. إذا نقول الآن القدرة أعطيت لنا، أول شيء أحل لي، دعني أحل لي، ينزل 2 إلى هنا، 2 تأتي هنا، 2 يأتي هنا، يصبح عندي 4 بي، 4 بي، أيضا مي والصفر تأتي هنا، الكل على باي أوميجا الصفر تربيع يساوي إي الصفر تربيع، ألغيه أخذ الجذر التربيع. أنا أترك هذه المهمة لك عزيزي المتعلم. هنا قلنا أن مي الصفر حوالي 376.8، يعني لو شئت تعوضها عزيزي المتعلم فستعرف النتيجة. إذن المجال الكهربائي في هذا الإطار يكون عندي المجال الكهربائي أربعة ضرب 5 ملي ضرب 5 × 10 سالب 3 ضرب 376.8، الكل مقسوم على باي في أوميجا الصفر تربيع. أوميجا أنا وجدتها قبل قليل، كم كانت أوميجا عندما وجدتها؟ تساوي إلى الحل، أنا حللتها هنا سأضعها في 4.3% ضرب 10 والسالب 2. لا عوضت في الآلة الحاسبة عزيزي المتعلم، مفروض أن يعطيك الجواب 4 ضرب، طبعا هنا عفوا أعتذر، تربيع، المفروض أن يعطيك الجواب 38، حوالي 38.5. يعني اسمه عندك هون حوالي هي الصفر فاصلة 5 فولت لكل سنتيمتر. بهذه الصورة يعني نكون عرفنا نحن قيمة المجال الكهربائي. أخذ سؤال آخر على نفس الفكرة، جيم، جد عدد الفوتونات التي يطلقها شعاع الليزر بالثانية، جد نسبة الفوتونات بالثانية التي يطلقها هذا الشعاع، جد قولي جد نسبة الفوتونات لكل ثانية لهذا الليزر. طيب نتذكر هنا يقول لي يعني هنا بأن البي هي عبارة عن البي هي عبارة عن الانرجي مقطون في عدد الفوتونات بالنسبة لزي. يعني هذا المقصود في ان، هو يريد ان. طيب ان هي النمبرز اوف فوتون، يعني ان هي وحدتها نمبرز اوف فوتونز على سكند، هذه يعني وحدة الان. والانرجي طبعا انا يعني اعطاني السؤال هنا، يعني اعطاني انا ما اريد، اعطاني انه الباور هي 5 × 10^3، الانرجي اعطاني اللاندا، اذا هي عبارة عن اتش سي اوفر لاندا، اتش سي على لاندا مضروبا في ان. طيب لو انا اردت ان احل ايضا، أحل بالنسبة لـ n، يعني أحل لـ n، أقول بأنه الـ n تساوي 5 × 10^3 ضرب لاندا على hc. إذا نقول أيضا كذلك أن 5 ضرب 10^3
اللاندس 138.8 14 أس سالب 9 على 6.63 ضرب 10 أس سالب 34 ضرب 3 ضرب 10 أس 8. كل هذا أضعه في الآلة الحاسبة سيعطيني، لو أنا وضعت في الآلة الحاسبة سيعطيني طبعا أن قيمة الـ N، أن الـ N تساوي 1.59 ضرب، دعنا على هنا لا يوجد مجال، إن تساوي 1.59 ضرب 10^16 فوتون في الثانية. يعني نسبة كبيرة، يعني هذا يعطيني بالثانية، يعني لاحظ هذا يفسر الطاقة الكبيرة التي يحملها أشعاع الليزر. طيب لو هنا أيضا طلبنا أو أخذنا مطلوبا أخيرا، هنا قلنا بأن الدال موجودة عندي بهذه الصورة، إذا أضيف واحد فوتون، أضفنا واحد فوتون، فكم هل ستتغير القدرة الباور؟ هل ستتغير القدرة؟ طيب هو قال لي واحد فوتون، يعني هنا سأحل أيضا، يعني قال لي بأن الباور، عرفنا أن الباور هي عبارة عن عدد الفوتونات بالنسبة للثانية مضروبا في ال H، لا اتش ميو او اتش سي اوفر لاند. طيب هو اضافة فوتون واحد، احنا اضفنا فوتون واحد، اذا هنا لو اشتققنا نحن هنا بهذه الصورة قلنا ان الدي بي تي ان اشتققنا بالنسبة لعدد الفوتونات، يعني اصبحت القدرة هي اقتران بالنسبة لعدد الفوتونات، يعني وهذا واضح طبعا عدد الفوتونات يعني يساهم في زيادة القدرة، الفوتون الواحد له طاقة ثابتة طبعا، استخدمت المشتقة، مشتقة الـ N هي عدد ثابت، عفوا مشتقة الـ N هي متغير، مشتقة المتغير يعني بدون أي شيء معه، كما تقول X مشتقته واحد، نفس الكلام مشتقة الـ N هي عبارة عن واحد، بالمقابل HC لاندا ثوابت، إذا واحد ضرب HC لاندا، HC على لاندا. طيب لو أنت حللت بهذا المفروض يعني أن أعطيك هنا بأن يعني التغير بالنسبة في القدرة، هنا عندي اتش سي على لاندا يعني 6.63 ضرب 10 أس سالب 34 ضرب 3 ضرب 10 أس 8، الكل مقسوم على الطول الموجي 638.8 طب 10 أس سالب 9 كم سيعطيني؟ طبعا هنا تغير في القدرة، يعني هذا الكلام لا يفهم أنه جول، لأنه شققت، أنا شققت أمامك، يعني بقيت الوحدة أمامك، يعني هنا تشتق القيمة الوحدة تبقى كما هي، إذا كم سيعطيك؟ سيعطيك حوالي 3.11 ضرب 10 سالب 19 واط. لاحظ دعني أصلح الواط، سأكتبه حتى لا يحصل لبس بينها وبين الأوميجا، إذا واط. ولاحظ هل هذه قيمة كبيرة؟ يعني هل هذه قيمة يعني تفرق مع أي شخص يصمم؟ طبعا لا تفرق مقارنة، يعني لأنه عندي أنا القدرة أصلا هي كم؟ 5.10 سالب 3، يعني 5 ملي، هون عندي يعني حوالي 16 صفر، يعني فلا تفرق، إذا لا يعمل فوتون الواحد على أي زيادة في القدرة، لا يعمل الفوتون الواحد على زيادة ملاحظة، يعني هو أكيد يزيد يعني، لكنها لا تلاحظ على زيادة ملاحظة به في القدرة.
الاكسسوار، هذه معلومة. كان هذا السؤال أحبتي سؤالا تناولت فيه موضوع ليزر الهيليوم نيون، سؤال عن موضوع ليزر الهيليوم نيون. أحببت أن أعرف، أو أحببنا كأننا فرض أننا نعمل في مختبر، تطرقنا إلى حجم، إلى قطر البقعة التي سيعملها هذا الليزر، تطرقنا أيضا إلى قيمة مجال الكهرباء الذي يعمل عليه هذا الليزر، تطرقنا أيضا إلى عدد الفوتونات التي يصدرها هذا الليزر، وتطرقنا على عملية إضافة فوتون، هل سيحصل عندي فرق ملاحظ أم لا؟ أرجو أن يكون الفيديو قد أفادكم. لا تبخل علي بعمل الشير واللايك، الاشتراك في القناة، كتابة التعليقات، طرح الأسئلة. مرة أخرى أشكر لكم حسن استماعكم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.